سيداتي أنساتي وسادتي المشموم تيست، واللي عنده علاقة وعنده الشكوك في علاقة دياله وبغى يجرب وبغى يدير المشموم تيست، عيطوا لصفر 5 30 300 300. شيماء اش اخبارك؟ صافا الحمد لله. اش اخبارك مومو؟ لاباس عليك؟ الحمد لله كلشي بخير وعلى خير. بغيتي تجربي اناس؟ بغيت نجرب اناس. يلا 4 شهور باش نعرف واش بصح الجهره اللي كيقولوا شي هذيك ولا لا. كيفاش تلاقيتي معاه؟ باش ما نضيعوش الوقت غير انستغرام كنا كنهضروا لي زامي وصافي. واخا ومن بعد تلاقيتو؟ ومن بعد تلاقينا. وشنو قال لك هو؟ شنو الهضره اللي دارت بيناتكم نهار الاول؟ علاقه ما كنتلاقوش بزاف حيت ما كناش كنتلاقو بزاف حيت هو رباطي وانا كازاويه فهمتي. ما عندناش اون كونتاكت بزاف مع بعضياتنا. تلاقاو في بوزنيقه حتى هذه فكره. تلاقاو في بن سليمان صافي ماشي مشكل. ما رجعت بن سليمان مزيان هذه. ما بعدش هي فكره. اها صافي نتلاقاو بحال اللي كنشك. ما عمرني ما شديت تليفونو كيقول لي الهضره. ما عمرني شديت تليفونو كنحس بلي شي حاجه كاينه كيخبي عليا تليفونو. كنجلس كنجلس كيهضر معايا بالليل ولفت بزاف في شي قاعده ولفت فيه نبقاو نهضرو توجور يومين يعاود شنو طرا. مؤخرا بقى كيعاود ليا ما بقاش باغي يسهر. كان هو اللي تيجلس يسهر معايا بالليل نبقاو مجمعين. بعض المرات كينعس كيقول لي بداتني عيني ولا اونلاين ولكن ناعس. هو كونيكتي ولكن هو كيكره ناعس. كيقول لي راني ناعس. هادشي كيوقع شي يقدر يوقع. دابا العلاقه باقا جديده عندكم؟ باقا جديده 4 شهور ماشي بزاف. يعني 4 شهور شحال تلاقيتو فيها؟ شحال مره تلاقيتو فيها؟ جوج مرات. السيد الا عرفتي 4 شهور تلاقيت مع جوج مرات بدري مشوم تيست. باش نعرف شنو كاين. كنت لقيت مع 20 مرة على ملاص درتي ليه؟ لا صافي ديك الساعة حاجة أخرى. يعني أنتم عندكم علاقة عن بعد؟ عن بعد. تزوروا كل نهار عن بعد بزاف في التليفون. غير في التليفون بغيت نعرف واش داك الشيء. وأنت تلقيت مع جوج مرات وبغيتي تبغي تقلبي لي التليفون. باش نعرف. واو. وي. كنت لقيتي معاه 20 مرة كرك حيدتي لي التليفون كاع كرك معتي لي التليفون كرك حيدتي لي التليفون. واو كتحبيه؟ ما كيبقى عنده ما كنخرجش انا ما عمرني شديته. لا واش كتحبيه هو؟ هو الصراحة ولفته. ولفتي ولا كتحبيه؟ ولفته. ولفتيه؟ باش ما تشوكاش في الاخر ما عرفتش شنو كاين من دابا. واخا هذا انت بغيتي زعما من الاول ديري التعريف وتحديد العلاقه. واخا شيماء نعيطوا الناس جربوا ثلاث شروط مهمه جدا باش تيست وتيست يقدر يكون بوزيتيف نيجاتيف يقدر عليك انت ما عليك انت الا ما عليك انت غير بلاتي احسن. وثالث حاجه خصك لا بدا تهضري معاها في الاخر ماشي مشكل. جوج ملاقيات 4 شهور ومش مهم تيست هذه غتبقى لك مشهور خفيت راديو. كنتسنى بفارغ الصبر انس يجاوبنا. الو السلام عليكم. السلام. اش اخبارك سيدي لاباس عليك؟ لاباس الحمد لله. الحمد لله. نقدم لك راسي مع كريمه من شركه ورود المغرب. حنا واحد الشركه مختصين في بيع الورود ودرنا سيدي واحد القرعه باش نعرفوا اكثر بالمنتوج ديالنا. ومبروك عليك اليوم راك ربحتي معنا ان بوكيت فلوغ يمكن لك تهديه للصديقه الحبيبه ديالك او الزوجه. فقط اعطيني السميه ديالها رقم الهاتف المدينه فين كتسكن شي كلمه زوينه في حقها وحنا اللي كنتكلفوا بالارسال حتى لعندها. سمعتكش مزيان بلاش. وي قلت لك اسيدي راك ربحتي معنا ان بوكيت فلوغ اللي منين بغيتي تهديه بيان سور الا عندك شي علاقه هذه الفرصه ديالك. كان هديه لواحد السيده مختاره سميتها شيماء. شيماء داكوغ اسيدي. واخا شنو تكتب ليها؟ شنو نكتب لها مع بوكيت فلوغ؟ اييه تقبلوا مني وصافي. ما بغيتيش تقول كنبغيك. ما بغيتيش تقول لها كنحبك حيت بوكيت فلوغ. هي عارفه هي عارفه انك كنت كنبغيها. وانتم 4 شهور تلاقيت جوج مرات. اش اخبارك انس؟ صافا بخير. العلاقه باقا جديده هادشي باقي جديد باقي نيو. باقي علاقه بميكتا هادي باقي دبليو في. هذه علاقه دبليو في الله يكمل بالخير. انس راك معنا معك مومو راك معنا في المشموم تيست والشيماء هي اللي معيطنا باش نعيطوا لك باش نجربوك. قلت لك اسيدي ولفاتك. هو انا ولفتها وتنقول لها كنبغيك بزاف و وان شاء الله علاش لا غادي نتزوج باقرب وقت. 4 شهور تقضي جوج مرات تتزوج بها؟ واخا الله يكون بالخير. تستاهل الله يكون بالخير. شيماء هضري معاه.
صافي نجح. الو الو انس. وي صافا شكرا. تنقولك انا كنبغيك بزاف. حتى انا كنبغيك. الله يكمل لكم الخير. وانت في رباط في كازا تلقاو في دوزناق فات المغربيه غنديروا محمديه تشوف بن سليمان. شكرا مومو شكرا. صافي مرحبا اناس شكرا لك. شيماء بقيتي على خاطرك حتى عيتي. لا صافي بقيت على خاطر. الله يكون بالخير. ديروا معنا الماش ممتاز 05 30 300 300 05 30